القيام بمهامها المنوطة بها كمنظمة دولية حقوقية يجب أن تعمل بل أن تبذل كل ما بوسعها من جهد. من يوم الحرب ما بعرف أخبار ابني ولا أي شيء، بدي أعرف شو أخباره. أي إلى أربعة أشهر ركيتها ما بعرف شو أخباره، ولا حتى معي ولا محامي زاره ولا إشي ولا ومن ناشد العالم. يعني المحامية زروه، الصليب الدولي هذا صليب دولي، ليش الصليب الدولي ما بيعرفنا شو أسباب شو أسرانا؟ طيبين ميتين سكحانين مرضين بوش وبشرب شو هم؟ ليش الصليب الأحمر ما هو دولي ولازم هو اللي يعرفنا عن أبنائنا؟ لازم هو اللي يعرفنا عن أبنائنا، لازم نعرف إن شو وضع أبنائنا في السجون الإسرائيلية. لازم وبعدين من ناشد العالم كلها، ليش ما بودولهم محامية؟ المحامية ليش ما بروح يزوروهم يطمنونا على أبنائنا شو هم؟ ليش صليب دولي؟ ليش صليب دولي؟ وهيئة الأسرى لازم تودي محامية يزوروهم، لازم المحامية تروح تزوروا أبنائنا. مش إحنا بنطالب 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 وما حدا حتى رادد علينا يروح يشوفوا أبنائنا. إحنا مش صحيح إننا نروح نزور، ومش بخلينا وبخلوناش. يودوا محامية الأسرة يروح يزوروهم. ليش يعني إحنا أمهات؟ إحنا ما بنعرف نقود، ما بنعرف ننام. الله أخبر فينا كيف إحنا، الله يفرجها على الجميع. التي ترتكب في كل يوم والتي راح ضحيتها الذي يتعرض إلى حرب إبادة جماعية أمام هذا العالم الظالم، الذين لا زالوا يواجهون سياسة الإخفاء القسري والإعدام والقتل والتنكيل والاحتجاز في سجون سرية. يبقى شعبنا صامدا حتى في معركة الفصل القادمة. الانتقامية بحق الأسرى مستمرة ما استمرت الحرب، وقرار الانتقام من الأسرى هو ضمن قرار الحرب الإسرائيلي، ويبدو أنها لن تتوقف إلا إذا توقفت هذه الحرب. الأوضاع تزداد خطورة تراكميا، أن يعيش الأسرى في جوع وبرد مستمر وحالة من التوتر والقمع تراكميا بعد مرور أكثر من 4 شهور بدأت تعطي نتائجها السلبية. الأسرى حين تتوفر فرصة للمشي داخل الغرفة في الغرفة الضيقة، بات العديد منهم يشعر بعدم التوازن أو بدوخة. هذا نتيجة سوء التغذية ونتيجة حالة التوتر وعدم الخروج وعدم استنشاق الهواء النقي. كل هذا يعني هي نتائج طبيعية للجريمة التي تقترب بحق الأسرى.